هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني، نقول له وش 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 ولا نخص. يا جماعة يا جماعة، لقد إنني أصبحت أستبشر كل مفاوضات من جنيف واحد أبو فشمق إلى اليوم. ثلاثة باب ومنفذ الداحي في تعز بيد المقاومة، وعاد المفاوضات الغير رسمية إلا بدأت بينهم. ومع مين؟ مع سكرتير مدير عام مكتب محافظ محافظة ظهران الجنوب التابعة لإمارة مدريش فين. ثبتت بكل الأدلة القاطعة والمسننة والمدببة أن جماعة المتبردقين شوية حول الرسمي من يوم ما قالوا الموت لإسرائيل الموت لأمريكا وقتلوا اليمنيين، إلى يوم ما صرح حما عبد السلام فليتة إنه لابد من حوار يمني قال كذا الصبح هوبا قبل الظهر، وقل له خذوا بمنفذ البغى. نعم رايح يفاوض السعوديين، راحوا مخبا حريوة 50 سيارة نصهم بالشذاب وابن فليتة الشارعة، فقدوا وتركوا حوار مونفن بيك فندق 5 نجوم، وراحوا يطلبوا في الأخير حوار لوكندا عبري سبيل كذا بوديان عسير. قالوا لهم في بداية الأمر تعالوا الرياض نتفاهم بشرفكم. قالوا والله ما نروح إلا مكسورين ناموس، ومش الرياض نحن نروح، الرياض يروحوا المرتزقة نحن نروح عسير، ممكن عشان نبري اليمين الأول إن إحنا وصلنا عسير. كل دي الزفه ليش؟ قالوا نعم يسلموا عسير واحد سنة وأنتم تمكنوا البقاق، تمكنوها. قتلنا 20,000 خليجي و70,000 سنغالي وأسلنا 2000 سعودي و7,000 بلاك ووتر، وفي الأخير بيضة الديك أسير واحد ورايحين ب50 سيارة زفة تردوها عشان الكبسة. وقهري على حسن زيد، مسكين مع الطيار هذاك، أسير من أول الحرب ما عرف كيف يسلموه ولا فين يوديوه، مستعد مسكين يوصلوه فوق الموتور بس مش ب50 سيارة، بس ما حط على فيبو جالس مسكيني أكله ويشربه. اليوم قد له سنة، قد الرقبة حقوق هذا أكبر من حق محمد الحوثي. جهز الموتور والطيار يا حسن زيد، من طولك ولا من عرضك؟ على كذا الأمور مطولة لما تسلموا 7 مليون أسير على حبة، والبقاء قصدهم خلاص انتهت الحرب وراجموا بالجرمنديات وبطلوا يسمعوا حنشان الضمة تندح حنشان الضمة، وفاتحين الآن يا ليل خبرني عن أمر المعانا. وهلا بالعيال أوقاتكم. تذكروا أيام مؤتمر الحوار كيف كان الحوثيين نسميهم ذوات الأربع، مشاركين في الحكومة ومعتصمين بالساحة ومقاتلين بالجبال ومشاركين بالحوار. الآن هي نفس الأسلوب، أرسلوا الخلع ذية يفاوض، والخلع ذية يلبس الجعبة، والخوير الخبير ذا بالقرف يرعده دار، والمكالف البحشات والمحايدين في أوروبا يشكو ويبكو من ظلم العدوان. يعني من ذوات الأربع كما كانوا بيستمروا من ذوات الأربع أمس واليوم وبكرة لغاية ما يلبسوا الوطاف رسميا، ويقول لهم القريب والبعيد على مين وش ولا نخص.
تقول ان المقالح طلع عنده دم فعلا، طلع حسيس حساسه، يا طلع حسيس حساسه. وسمعنا احنا نقول بالحلقه السابقه ليش تنفروا بعيال الناس وعيالكم بالخارج، اعرف انكم قدكم سمعتونا انا اقوله. الرجال قام وعمل بالتالا كذا، ولبس الشميز المبخر حق المضرابه ومسخ رفيقه وباقل، ويتصور بباب الناقه ويقول لهم نفرنا نفرنا الى جبهه حرات. نعم يرفع المعنويات والبقاق يقولوا اوه ايدكم الله، ينزل صورة بالمعوز وقالوا واو ثبتكم الله. مع المعوز حزام ما يحتاج تثبيت، لا تغلقوا. آخر شيء تحمس ولبس شميز أميري ونزل الصورة، واللي يحصل يحصل. خيف يا رامبو ارحم الكولومبيين معاهم قهال، الناس مروحين وسع كما عاد. هلا نزلت باقل بينها وبين أقرب قبها 160 كيلو. أوش ولا نخص. وبعدين يجبك فيهم توزيع الأدوار وشغل الدراما، يرسلوا 50 سيارة وفد سمع طاعة يبوس القدم ويبدي الندم، والإيراني يحمي السوق، يا حمي السوق لا تروحوش أصبروا ويصرح وسنرسل خبراء عسكريين لليمن لمساعدة الحوثيين. ليش ترسل يا قلبي؟ عشان يقولوا لهم واو الحوثيين جايين يفاوضوا مع أنهم ممكن يستمروا في الحرب إلى يوم القيامة. ليش ترسل يا عمري؟ ليش ترسلها صاحبه؟ مش الا ابو صالح واصحابه هناك ومن قبل عشرات الخبراء. وهنا يظهر سؤال محرج، وين راحوا؟ ليش ترسل جدد؟ هذا يعني ماذا؟ يعني ان الاولين قحقوه والامور طيبه، ولزوم دعم جبهة التفاوض ينزل الفيشي منشور معناها العنب حامض. لا خلي انا في دارك، خلي لا والله العظيم. كفى مزايدات واستغلال، على المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران السكوت وترك الاستغلال والمزايدات بملف اليمن، وعليهم أن يتعلموا المسؤولية والشجاعة من السيد حسن نصر الله الذي يقف لله ويتكلم لوجه الله. خلاص ولا همك يا أبو يوسف، بعدك بس قل لي أخذت العلم من أبو صالح ولا من قرنك؟ كذا تهنجم وتقول هذا الكلام، ولا هي كذا تغطية الحم بالحنحنة؟ إيران عاد إلا أرسلت للجماعة سفينة سلاح، سخروها أمام عمان، قالوا لهم إن وصلت ولا قدكم على الكبسة، وهاجموا إيران إعلاميا بكم تصريح لزوم الشطة. مشكلة الذوات الأربع المتبردغين أنهم يحسبوا العالم كله بني حشيش وممكن ينضحك عليهم. لو تشتوا تقنعوا سيري، لو تشتوا تقنعوه وتقنعوا التحالف أنكم سبتوا إيران، خلاص استشيرونا وأنا أقول لكم كيف. مش كده تخبصوا، مثلا جيبوا لهم فوقه أبو صالح وفرقته. هلأ عندنا عملية نوعية، اتركن عنا إن شاء الله. عملية نوعية إن شاء الله بتكون تتكلل بالنجاح قريبا. أيوة هذا، أمسكوه وقولوا له تعال نوديك لقرن الشيطان اللي قلتنا عليه، تعلمنا تطبيقات العمليات الاستشهادية، ساعتها ممكن يصدقوكم ويقولوا لكم هيا ماذا الحين هاتوا بقية الأسرة، الكولومبيين والسنغال والأمريكيين مش عارف اللي كل يوم تطلعوهم. الكولومبيين والسنغال والأمريكان اللي كل يوم تعلنوا عنها في المسيرة وبكل نشرة. احنفتهم يا حميد رزق وحقه الخار. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل. إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل. إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل. ترى أنه يوم القيامة قريب يا حاجة، قرر خلاص خلال أسبوع
وطلعت السعودية أرض المحشر، ما عاد فيش الموقف الأقوى يا نظري خلاص. أحيي على الخيارات الاستراتيجية وهنجمت سنة. أكل كبسة واسكت، أكل كبسة واسكت، أكل كبسة واسكت. صلي على النبي ولا يا أبا فشفص، صلي على النبي، كل شيء ينحل بهدوء. إهداء إهداء ريلاكس، روح 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 اتصور مع الدقاق واتباحث مع البقاق. فاصل ونعود. اصمتوا معنا. لا 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 خلاص ما عاد في صمت، كلوا كبسة معنا. مرحبا بكم، عاش المخلوق والدواجن حقه اسبوع حرق للغاية، كل المرحلة شك شك شك. بعد إعلان الحوثيين لقبولهم بالكبسة منفردين وانكشاف أمرهم، واضح أنهم مستعدين يبوع المخلوق ويتغدوا بو كبسة قبل ما يتعشى بهم شكشوكة. بس لأن الحوثيين طوق نقاة المخلوق الأخير مش قادر يفرط فيهم. أما الآن نحن في اصطفاف واحد وفي خندق واحد إحنا والحوثيين، وفي خندق واحد إحنا والحوثيين، وفي خندق واحد إحنا والحوثيين. ليش دائما كان يقول لا كذا؟ لأن مشكلة المخلوع أنه وضع بيضة كله في سلة واحدة ومضطر يعلن ويعلن ويعلن مليون مرة حالة الحب ولو من طرف واحد. لهذا صدق اللي قال الحب كذا عذاب. 4 أيام هو أصحابه في حيس وبيس، وبالأخير فقصت الفكرة على وتن على أنه طلع يتصور مع الشقران. أصدر بيان أنه مرحب بالحراق العلني اللي باعوا العوثيين فيه. نسمع ونرجع نكمل. أكتب رئيس المؤتمر داعية سلام ونرحب بأي جهد يبذل لإيقاف الحرب والعدوان. يا نن عين الزوكة أنت، للدرجة هذه بتحب السلام؟ سلام مع البيض والله سادة. أعصدوا أعصدوا وبرموا براحتكم، اللي عرفوا أن المقاومة بتدخل صنعاء بتدخل بالوجه ده ولا بالثاني، وأن الجيش الوطني بيرفع الراية بمران بكبسة ولا بفحسة. أنا ماليش داخل ماليش داخل إلا بالصورة الرهيبة اللي فرضتها الأحداث وانفضح فيها المخلوع. كانوا يمكنون أصحابه العطوان استهدف مزارع الدقاق، ولا انتبهنا للموضوع إلا الآن. وأنا أقول للزعلانين على الدقاق، فاكرين نكتة هل يلد الثعلب أم يبيض وإنه مكار وأتوقع منه أي حاجة؟ طلع الخبر صحيح مش بس نكتة، بس الظريف كان يمكنوا الأخوان أن تنبعا أن تنبعا، وطلعوا هم بقاء جدا. يعني الزوكا والصوفي والجندي وذول الشلة في حكم الدواجن الآن. والسؤال المصيري الآن، من يفضل كبسة الدقاق ومن يبغى كبسة لحم؟ وش ولا نخص. الجديد محمد عبد السلام. الو. هلا ومرحب. هلا ومرحب، شكلي غلط بالرقم. هذا رقم محمد عبد السلام فليتا؟ اي طال عمرك، بس آل فليتا آل فليتا. محمد عبد السلام. هلا سم وسام. من ليلتين كبسة وقدو سام قالوا سم بأمغالك. أقول من معي لا يكثر، ترى أقفل الخط وأنهي المكالمة. مو تقفل مو تقفل أكثر من كذا، قد هو مقفول ومسدود علي الحركات. ها سبرت لك زرق الحين. أنت وش تبي يا أخوي؟ وش تبي؟ داق علي مزعج أم الحالة، وحنا في مفاوضات وفي أمور مصيرية. بالهداوة بالهداوة هم عبد السلام، ايش في بك؟ معصب ولا شكلك نسيت الحقاب الباقع؟ يا أخوي ماني معصب، ماني معصب ولا شيء، ولا تجيب طاري هالموضوع رجاء. أنا إنسان تبت إلى الله ولا عاد لي علاقة بهالأمور. الحين بثوب قصير وأطلقت اللحية وتبت من الزوامل، ولا أتعاطى إلا الحلال الطيب. يعني تشتي تقول لي إنك ما عاد تشتيش دال 34؟ ما أبغى شيء. طيب صلاح العزيز سلم عليك. أعوذ بالله من رفاق السوء. طيب كان صالح الصماط يقول لك نعم اشتي صماطة وكوفية ومسبحة على رقعتك.
يصير خير يصير خير. مو متذكر هالاسم. مش متذكر هذا الاسم يا ليت. الا طيب حمام مقالح اتبردق اخيرا وقدوا في حرض ونفهر ولبس القرمندي ساعة الصدق. هلا بالذيب ابطيت ياخذ ذيابه. ما هو كم قلت لي مع المقالح؟ ايوه كذا استعدنا الضبط المصنعي. المقالح تصور في باقل ونشره قال نعم قدوا بحرض ولبس قرمندي. شوف شوف الحلقه. اسمع قل له حرام لو يلبس سنتيان اكس لارج مش الله جرمندي زانت دورنا وهي حامية ماذا الحين كديف الحلق كله والكل طيرمانة تجاه الضباقة جهران ما احنا ما عاد الاربعين نفر بزعدة مكنونا برمتهم وحفاش لكن بنوريهم والعيد الربوع خاضرك. لحظة لحظة مالك هي 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 ايتم والكبسة. سبرت لك يا ابو الكبساي هنا هنا. ايوه كيف يا زكريا؟ اهلا يا كرم، صوتك بيشحب مع القوم ديله ولا بتستفيد شيء. المهم جات فقرة تردد حضرمي بنخليك تستعقب شوي. نتكلم عنه نحن بنتكلم عن ظهور أعراض الحصبة الألمانية في وادي حضرموت. حصبة ألمانية عادها كلام والله اسم جديد شكله. نحن نعرف الحصبة حقنا اليمنية. المشكلة أنه متوقع تزيد الإحصائيات للحالات وده كله بسبب أنه الأهالي بعضهم ما يطعمون عيالهم عشان كده يعني طعموهم. وعشان الأهالي يطعمون عيالهم يجي هنا دور أئمة المساجد والجهات الإعلامية عشان تشتغل على الموضوع ده وما يزيد العدد. هنا يجي دور الجهات المعنية الحكومة بشكل عام وبرضه السلطة المحلية عشان العدد ما يزيد. بس لكن تكلم من أنت؟ قوم كل واحد يفكر في نفسه ولا حد يفكر في الشعب المسكين ده. وقد تكلمنا في أكثر من حلقة الأولى والثانية والثالثة من ولا نخص ولا حد دارب أهلك من وين جيت. وفي ظل غياب الحكومة يجي دور المؤسسات والجمعيات في حضرموت. البعض نقول كلمة حق أنهم ما يقصرون ويقدمون للناس خدمة لكن البعض حق شطحات وفوق ده كله لو جينا نتكلم عليهم في فيديو من الفيديوهات يزعلون. لكن نحن بنقول لهم شش ولا نخص. الحصبة تعال شوف الصواريخ اللي يحاربون نحن بهالجماعة منتهية مدتها طلعت. وبعدين يا جماعة حتى القصعة الفاصولية لها تاريخ انتهاء. الصواريخ لها أكثر من 40 سنة وانتوا توجيتوا كده ايه بغتوا تطلع ما بتطلع أكيد. روحتوا بهيبة الصواريخ ومرمطتوا بأم الوضع ومرمطتوا بنحن معكم من نحن يا ليت. قد رجعتوا البلاد للقرن المندركم لا بترول ولا غاز وكل شيء قع معدوم. بنرجع على الحطب والحاجات حق اول وانتوا افضل لكم رجعوا على السيوف تحاربوا وخلوا الصواريخ على الاقل حالها. يا اخي ما انتوا حق حرب ليه تحاربون تعراض. يا اخي ما انتوا حق انقلاب ليه تنقلبون تعراض. يا اخي ما انتوا ليه تحبون كسر الناموس تعراض. جيتوا معرفتوا تحكمون قريه ولا حافه حقكم وغتبوا تحكمون بلاد كامله تعراض. الشيء الوحيد اللي قدمتوه المقابر وقدمتوا للناس الموت والصراع والصواريخ. لنفعتوا لا في سلم ولا في حرب ولا سياسة. كيرانكم فاضية تعراض. والمواطن مسكين ماشي معاه لأنه يقول نحتسب أحيا ونحن في الحقيقة ميتين. في ختام الحلقة ما عاد بنقولكم ولا نخس بنقولكم الناس ولا نخس. ريدوا ولا نخس.